عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم السبت هو يوم عطلة، قررنا اليوم نطلعوا للراس ديال الجبل. ما شاء الله واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. قررنا نطلعوا هنايا نشوفوا، يعني بصراحة الإنسان يشم شوية ديال الغابة عوض الروتين اليومي ديال الخدمة، يوميا البارطاج، يوميا الأخبار، يوميا الكوارث. الواحد بعض المرات خصو يفوج على راسه باش يحيد شوية داك المشاكل من الدماغ ديالو. والله العظيم بالله، يعني رغم الطريق صراحة الله الطريق صعيبة شويش، ولكن كاين واحد البلاصة اللي هي زوينة زوينة وزوينة بزاف. الغابة ما كاينش بتاتا داك الشغل ديال الدخان، شي حاجه اللي هي ضد البيئة. عمك وهنايا كيف ما كتشوفوا البحر، بصراحة منظر رائع اخواني الكرام. شو الوضع؟ شو الوضع؟ وخبا بلاش هوجع. هذاك مش يا عمك الله. لا هذا عمي. لا هذا عمي. ولا هذا عيدا. هذا عيدا. كما كتشوفوا الجبل ما شاء الله، الغابة تبارك الله، منظر رائع. هنايا غادي نمشيو لديك البلاصة. في نتيفي كينا وحطوا الموبيل ان شاء الله. شو عمي؟ غنمشي لعند عمك. هيدا جاو. مشاو هيدا. شوفوا الخير تبارك الله ديال الطبيعة، ولكن مع ذلك كاينين الناس ضد الطبيعة، كاينين الناس اللي كيقطعوا هاد الظلام وكيقطعوا هاد الغابة ونقدروا نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شي اللي كاين لحقاش هاد الاراضي، هذه هي الاراضي ديال الجموع ماشي الاراضي ديال الدوله، يعني الاراضي ديال الجموع، يعني اراضي سلاليه. وديك التخربيق راكم عارفين شنو كاين تما، انما كيقطعوا الغابه على حسب، كيقطعوا الغابه لان باش يحيزوا طرد الارض مثلا. انتنا الناس اللي ما عارفينش الاراضي ديال الجموع، الاراضي ديال التخربيق والتشي، هذا هو مثلا انتنا كتنتمي لهذه المنطقه، هذه انتنا ابا عن جد في هذه المنطقه هذه، يعني يحق لك حيازه طرف من الارض هنا مجانا 300 او 500 او حتى 1000 متر، يعني هنا مجانا اراضي الجموع، يعني اختار لك طرف من الارض. انا مثلا اخترت ذاك الطرف، راه هو فينو بنيت فيها واحد طريف بواحد بحال الغرسة. كما كتشوفوا هنايا غرست تما العناب، غرست الدليا بلاتي برباق بعادين، غرست العناب، قلت غرست العناب والدليا، الدليا والعناب بحال بحال. المهم غرست العناب، غرست 300 شجرة مثمرة، 300 شجرة مثمرة اللي غرستها تما في ديك البلاصة. يعني الشجرة ماشي تسمعت الشجرة، يعني الغصن صغير ديال الزيتون ولا الغصن صغير ديال الرمان، العديد من الفواكه. المهم 300 شجرة اللي بقى حاليا تما، منهم بقى 250، 50 شجرة اللي ماتت فعل الحرارات الصيف وداك الشيء. المهم 50 شجرة اللي ما صدقتش، ولكن الحمد لله الافوكادو والعديد من الفواكه راهم مازالين تبارك الله طالعين بواحد السرعة خيال. هنايا عدلنا الباب كما كتشوفوا، ودابا غادي نطلعوا من البلاصه. شوف العيون صغار شني طيبوا. هنايا عاملين الجمر. عمي قطعت كيبو كاين الطاجين كيقرقر هنايا. يا سلام، هذه اللعبة كما كتشوفوا ممنوعة على العيال صغار. هذه حتى الدري جبرا وما خليتوش زعما باش يبكي ولا شي حاجة، بلاتي شي حاجة وغنصيبها، حيت داك الألوان خايبين بزاف
وراكم عارفين الالوان ديال شنو هذوك. اذا ما كتشوفوا هنا الطاجين كيقرقر. نعم نعم حتى هو رجع في اللحم عاي ياك. اي والله تعلم من الزرع كاع معايا دابا اللي يعاونوني في راسك هاك. اه هاك تجيب لي هذوك.